السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا وصلنا بالسيشن الأولى، كنا بنحكي عن الديفندر والتشالنجر. الديفندر بيمثل أفضل خيار لحد الآن، والتشالنجر بيكون هو الخيار الجديد اللي بدي أقارن معه. الخطوات الخاصة بهذا البروسيجر لما بيكون عندي مالتيبل alternatives إيش هي؟ الخطوة الأولى order the alternatives from smallest to largest initial investment. النقطة الثانية حكينا أنها مرتبطة بمين؟ مرتبطة بالريفينيو alternatives. إذا بيكون عندي أنا المقارنة بين ريفينيو alternatives، أول خطوة ثاني خطوة بتكون إني أحسب الآي ستار للفيرست alternative، لأول alternative اللي بدي أقارنه مع مين؟ بالريفينيو أنا بقارن مع الدو نثينج. هاي الحالة الدو نثينج حتى هذه اللحظة هو الديفندر، هو أفضل خيار بين إيدي، ما لم يثبت الفيرست alternative اللي هو التشالنجر إنه أفضل. طيب الاي ستار اللي بدنا نحسبها اذا كانت الخاصه بالفيرست الترناتيف اذا كانت اقل من ام اي دبل ار، معناها بدنا نعمل اليمينيشن لهذا الخيار، بدنا نلغيه، هذا الخيار مش كويس، الدو نثينج هو الخيار الافضل. ننتقل على الخيار الثاني وبنعيد نفس الخطوات. الخيار الثاني بصير اسمه تشالنجر والدو نثينج بضل اسمه ديفندر. نحسب اي ستار للخيار الثاني، اذا كانت اقل من ام اي دبل ار نعمل اليمينيشن للخيار الثاني، اذا كانت اي ستار اكبر من ام اي دبل ار هاي الحاله بعمل اليمينيشن لمين؟ للدو نثينج، وببطل هو الديفندر. الديفندر بصير الالتيرناتيف اللي طلعت له اي ستار اكبر او يساوي ام اي دبل ار، بصير اسمه الديفندر. والنيكست الالتيرناتيف اللي بعده بالمجموعة اللي رتبناها تصاعديا بصير اسمه مين؟ التشالنجر. الآن بيجي وين؟ الخطوة رقم ثلاث بهاي المرحلة. خطوة رقم ثلاث متى بوصلها؟ متى ما أحصل واحد من الالترناتيفز تكون الاي ستار له أكبر أو تساوي ام اي دبل ار، هاي اللحظة بصير اسم هذا الالترناتيف اسمه مين؟ ديفندر. بما أنه صار هو الديفندر بدي أقارن بينه وبين الخيار اللي بعده، وهي المقارنة تتم وين؟ ب step number 3 determine the incremental cash flow. لا بدنا نحسب الانكريمنتال كاش فلو بين مين ومين؟ بين الديفندر والتشالنجر اللي بين ايدي الان. between the challenger and defender using the relation incremental cash flow equals challenger cash flow minus defender cash flow and then set up the ROR relation. إذا نفترض أنه أنا عندي ثلاث خيارات، أول خيار الآي ستار كانت له أقل من ام اي دبل ار فاستثنينا، ثاني خيار آي ستار له كانت أكبر من ام اي دبل ار، ممتاز اخترناه واعتبرناه هو الديفندر، والخيار الثالث في هاي اللحظة بصير إيش اسمه؟ التشالنجر. الآن ندخل بالخطوة الثالثة، بدي أكون الانكريمنتال كاش فلو، هو فعليا بين العمود الثاني والثالث اللي هو الخيار الثاني والثالث. الخيار الثاني سميناه ديفندر فهو راح يكون موجود بالاول، وهو اللي بدي اتم اطرحه من مين؟ من التشالنجر. وكونه التشالنجر هو الترناتيف بيجي بعد الديفندر، معناها الانيشال كوست للتشالنجر اعلى، فبصير زي كانهم بي ماينس اي، اللي هي نفس الطريقه اللي بنحسب فيها الانكريمنتال كاش فلو. مجرد ما طلعنا الانكريمنتال كاش فلو بنطبق عليه مين؟ الار او ار ريليشن، بغض النظر بدك تستخدم بي دبليو او اي دبليو. الان بيجي دور مين؟ الخطوه الرابعه كالكوليت دلتا اي ستار فور ذا انكريمنتال كاش فلوز يوزنج ا بريزنت وورث اور انوال وورث بيزد ايكويجن. بي دبليو از موست كومونلي يوزد، معتاد انهم يستخدموا البي دبليو ايكويجن اكثر. طيب نشوف الخطوه الخامسه والسادسة. الخطوة الخامسة تحكي
if لاحظوا احنا بنقارن بين الديفندر والتشالنجر. الديفندر عارفين انه الاي ستار له اكبر من ام اي دبل ار، التشالنجر لسه ما شيكنا عليه ولا شيء. طلعنا العمود الثالث اللي هو الانكريمنتال كاش فلو بتوين الديفندر والتشالنجر، طلعنا الدلتا اي ستار له بالاعتماد على بي دبليو او اي دبليو ايكويجن. الان طلعنا الدلتا اي ستار، اذا كانت الدلتا اي ستار اكبر او تساوي ام اي دبل ار معناها التشالنجر اللي هو الثاني اللي قلنا بيكون محل بي بيكون هو الان مين افضل خيار، بصير اسمه الديفندر. هذا ماذا يعني؟ معناها البريفيوس ديفندر بصير له اليمينيشن، نلغيه. اذا نرجع لمثال الثلاثه الترناتيفز، حكينا الاول راح لانه الاي ستار له اقل من ام اي دبل ار، الثاني صار الديفندر والثالث صار تشالنجر. عملنا دلتا اي ستار اناليسز لهم وطلعنا دلتا اي ستار وتبين انها اكبر من ام اي دبل ار. بالحاله هاي الخيار اللي كنت مسميه تشالنجر بصير اسمه ديفندر لانه هو الخيار الافضل الان، والخيار اللي كان بالاول اسمه ديفندر بصير له اليمينيشن، بلغيه. ليش؟ لان بتروح لسه على الخيار اللي بعده عن نيكست الترناتيف اللي هو الخيار الرابع، فالخيار اللي كان افضل خيار بطل، فبعمل له اليمينيشن بستثنيه. بينما اذا كانت دلتا اي ستار بهاي المرحله اقل من ام اي دبل ار، هذا يعني انه ديفندر ما زال ديفندر، ما زال افضل خيار. هاي الحاله شو بصير؟ التشالنجر هو اللي بصير له اليمينيشن، هو اللي بصير له ريموفد، والديفندر بظل ديفندر وبتم مقارنته مع النكست الترناتيف او النكست تشالنجر. بمثالنا الخيار الثاني كان ديفندر والثالث كان تشالنجر، طلعت دلتا اي ستار اقل من ام اي دبل ار، الثالث اللي هو تشالنجر بلغيه، بصف عندي الثاني. ومين بعد الثالث؟ الرابع. صف عندي الثاني والرابع، الثاني بظل اسمه ديفندر لانه افضل خيار من اول ثلاث خيارات، الرابع الان هو النيو تشالنجر. بدي ارجع اطبق الخطوات اللي هي الخطوه السادسه من الثالثه للخامسه واقارن بين الديفندر والتشالنجر واحدد ديفندر جديد واشوف نيكست تشالنجر واقارن لغايه ما اوصل لاخر الترناتيف. بهاي الحاله اخر واحد بيكون اسمه هو الديفندر، هو السلكتد وان وهو افضل خيار. في مثال جاينا راح توضح هاي الخطوات بشكل افضل وتفصيلي ان شاء الله. نوت ذات only two alternatives are compared at any one time. بأي مرحلة بأي خطوة أنا بكل مرة بقارن between two alternatives، ابتداء من do nothing و the first alternative، بعدين لما بلاقي إنه في alternative عندي صار كويس وصار اسمه defender بصير أقارن بينه وبين the next alternatives لغاية ما أوصل لآخر alternative. بهاي اللحظة مين كان اسمه defender؟ هو بيكون selected alternative. وبأكد لي هون it's vital that the correct alternatives be compared، يعني امشي بالترتيب واتبع نفس البروسيجر علشان بالنهاية تحدد البست alternative بطريقة صحيحة، غير ذلك راح تختار best alternative بطريقة خاطئة. نشوف example 8.6. An engineer has identified four different location options. عنده four alternatives. If the MAWR is 10%, use incremental ROR analysis to select the one economically best location, the initial cost, and the annual net cash flow estimates are detailed in the following table. إذا أنا عندي five alternatives. الخيار الأول initial cost اللي إله والannual cash flow واللايف. لاحظوا اللايف إلهم كلهم 30 سنة فهم أصلاً equal life، بيريحوني من موضوع ال LCM وتفاصيلها. عندي alternative B، عندي alternative C، عندي alternative D. بالسوليوشن رح نمشي step by step حسب الست خطوات اللي قرأناهم قبل قليل، بس خلينا نستعرض الخطوات شوي شوي مع بعض، نحكي شوي على التيبل الموجود قدامنا كيف الخطوات اللي راح نشتغلها. اذا بتتذكروا كانت اول خطوه بدي ارتب هاي الالترناتيفز كيف تصاعديا،
هذا يعني انه اقل واحد initial cost راح يصير بالعمود الاول، بناء عليه الخيار سي هي اللي راح تكون افضل خيار، راح تاخذ رقم واحد لانها 190,000 الانيشال كوست. طب مين بعديها؟ عندي الخيار A 200,000، معناها الخيار A راح ياخذ رقم 2. طيب اذا عندي B و D، واحد 275,000 واحد 350,000، احنا بنمشي تصاعدي بترتيبهم. اذا الخيار B الان هو اللي بياخذ الرقم 3. واخيرا ضل عندي الخيار دي راح يوفض الخيار الرابع. اذا فعليا هذا راح يكون ترتيب هاي الالتيرناتيفز كاول خطوه راح نطبقها من هذا البروسيجر، بالاعتماد على مين؟ على الانيشال كوست. رتبناهم تصاعديا بعد ما رتبناهم تصاعديا لاحظوا انه الانيوال كاش فلو بوزيتيف، اذا في عندي ريفينيو، اذا هذول الالتيرناتيفز ريفينيو الالتيرناتيفز، معناها بدنا نمشي على كل ستيبس ونطبق الستيب نمبر 2. احنا حكينا ستيب نمبر 2 بيتم تطبيقها فقط للريفينيو الالتيرناتيفز، وفعليا الالتيرناتيفز بهذا المثال هم ريفينيو. ليش؟ لانه في عندي بينيفيت، انا وين الانيوال كاش فلو بوزيتيف، اذا في بينيفيت، في ارباح انا قاعد تجيني من هاي المشاريع. طيب نشوف السوليوشن لهذا المثال. All sites are revenue alternatives. هاي اول ملاحظه بدنا ننتبه لها، معناها ستيب 2 راح تتنفذ. The procedure is applied. نمشي فيه. ستيب نمبر 1. The alternatives are ordered by increasing initial cost as زي ما رتبناهم قبل قليل مع بعض. C طلعت معنا أفضل خيار أو أقل initial cost، بعدين B، A، بعدين B، بعدين D، بالاعتماد على أي قيم؟ بالاعتماد على الـ initial cost ليهم كلهم. هاي أول خطوة خلصنا منها. الخطوة الثانية الآن إيش بتحكي لي؟ بنشوف مين الفيرست الترناتيف اللي هو العمود الاول، وبنقارنه مع مين؟ مع الدو نثينج الترناتيف. كيف بتم مقارنته؟ بكل بساطه المعادله اللي بدي اياها انا بطبقها على هذا الالترناتيف وبحسب الاي ستار له. اي ستار لهذا الالترناتيف كانت ناقص 190,000 جاهزه از بريزنت بلس 19,500، هاي انيوال بدي احسب، بدي احولها لبريزنت، بضربها في بي جيفن اي دلتا اي ستار على 30 سنه، بساوي هاي المعادله بالصفر، بحسب دلتا اي ستار اللي بهاي الحاله سميناها دلتا اي ستار سي، لان المقارنه هون مع مين؟ مع الدو نثينج، يعني مش اي ناقص بي، بي ناقص اي، هي سي ناقص دو نثينج، فهي سي بس. دلتا اي ستار سي هي نفسها اي ستار لسي. طلعت بهاي الحاله لما حسبناها لهي المعادله 9.63%، وهذا الرقم كان اقل من ام اي دبل ار. هذا يعني انه هذا الالترناتيف نوت جاستيفايد، فبصير له اليمينيشن. معناها لحد الان الدو نثينج هو الديفندر والسي صار له اليمينيشن. طيب ننتقل احنا لحد الان بعدنا بخطوه رقم 2، بدنا نضل نمشي على الالتيرناتيفز لغايه ما نلاقي واحد منهم الاي ستار له اكبر من الام اي دبل ار ويصير هو الديفندر. بهاي الحاله بنبطل من خطوه رقم 2 وبنطلع لمين؟ لخطوه رقم 3. اذا راح ننتقل للخيار A اللي هو العمود الثاني ونحاول نقارن بينه وبين الدو نثينج اللي هو الديفندر حاليا. طيب ايه المعادله البريزنت وورث ايكويجن له كم؟ ناقص 200,000 زائد 22,000 ضرب بي جيفن ايه دلتا اي ستار على 30 سنه،
هاي الحالة، هاي المعادلة لما نحلها راح نلاقي إنه دلتا I star تساوي 10.49%. وهذا الرقم أكبر من MA RR. هاي الحالة مين اللي بصير إله elimination؟ Do nothing. وإيه شو بصير اسمه؟ Defender. ومين التشالنجر؟ التشالنجر هو اللي بعده. إذن إيه نجح بالاختبار وصار الديفندر، ومين تشالنجر؟ البي، زي ما احنا شايفينها اللاين اف. طيب بما ان حصلنا واحد من الالتيرناتيف سميناه ديفندر واللي بعده تشالنجر، ننتقل لخطوه رقم ثلاث. خطوه رقم ثلاث ايش بتحكي لنا؟ The incremental cash flows and delta I star B minus A is determined from. الله يخليني أرجع أعرض الجدول لهي الخطوة لأنه مهم. إحنا بما أنه صار عندي defender و challenger من الالتيرناتيفز اللي بين إيدينا، معناها بدنا نطبق الآن مين؟ بدنا نطبق incremental cash flows ونطلع delta I star. طيب دلتا اي ستار، اول شيء الانكريمنتال كاش فلو هو ايش راح يكون بهاي المساله؟ وراح يكون هون الرقم اللي هو بي ماينس اي، الجواب راح يكون ناقص 75,000. وبالنسبه للرقم اللي تحته راح يكون ايش؟ 35,000 ناقص 22,000، بيطلع الجواب 13,000. ففعليا الخطوة الثالثة راح يتم تنفيذها على وين؟ على الأرقام هاي اللي هي الخاصة بمين؟ بالإنكريمنتال كاش فلو اللي بقارن بين A و B. فراح تكون المعادلة ناقص 75,000 زائد 13,000 B given A دلتا I star B minus A على 30 سنة. لا يا أسيد، إحنا بنضل ماشيين تنوصل آخر كولون، وهو اللي بيحدد لي مين الأفضل. يعني بكل مرة أنت بتعرفش إنه الخيار اللي أنت لقيته حاليا أفضل خيار، هل هو أفضل من اللي بعده اللي لسه أنت ما قارنت معه؟ ما بتعرف، بدك تقارن مع اللي بعده وتقارن مع اللي بعده لما توصل عند دي، عندها بتقدر تتخذ قرار إنه نعم الخيار اللي بين إيدي هو أفضل خيار، لأني قارنته مع كل الخيارات التالية. بالضبط، لأني قارنته مع كل الخيارات التالية وأثبت أنه ظل هو الديفندر. طيب الآن الخطوة الرابعة، From the interest tables look up the B given A factor at the MA RR. هون أعطاني زي طريقة بتسهل علي الشغل، بحكي لي بشكل عام لو أجيت على هذا الفاكتور أنا اللي لو طبقنا مع في يومين MA RR B given A 10% على 30 سنة، هذا الفاكتور لو دورت عليه من التابلز عند التابل اللي بيخص 10% الانترست ريت والسنوات 30، رح يعطيني الفاليو هاي. هاي الفاليو مهمة ورح تساعدني كثير وتريحني بشغل كثير لتحت. كيف؟ خلينا نشوف. أنا عندي هون القاعدة نمبر B هي قاعدة ذهبية وضروري أكون فاهمها منيح. القاعدة هاي إيش بتحكي لي؟ تحكي لي Now any B given A value greater than 9.4269 indicates that the delta I star B minus A will be less than 10%. إذن لأي B given A راح تواجهني لاحقا، أو حتى هاي بقدر أشتغل عليها، لأي B given A الجواب إلها هو أكبر من هذا الرقم، هذا يعني الدلتا I star الموجودة بهذا الفاكتور هي أقل من 10%، وبناء عليه B بيكون unacceptable. نعمل له إيش؟ elimination، ونختار A.
او بلغتنا الان بين الديفندر والتشالنجر، التشالنجر بصير له اليمينيشن والديفندر بيثبت وبيضل هو الديفندر. بعيد النقطه بي كمان مره. بما انه بي given A 10% على 30 سنة هي 9.42 69، معناها أي B given A راح تطلع معي قيمتها أكبر من هذا الرقم، هذا يعني الدلتا I star الموجودة جوا هذا الفاكتور أقل من 10%، هذا يعني أن الخيار الثاني سيء والخيار القديم الأول هو الأفضل والخيار الثاني بصير له elimination. طيب الآن بهاي المعادلة لو بدنا نحسب الفاكتور الموجود هون كم قيمته، بنودي 75,000 على الجهة الثانية وبنقسمها على ناقص 13,000، عفوا بنقسمها على 13,000، بصير عندي 75,000 تقسيم 13,000. هذا يكافئ مين؟ B given A دلتا اي ستار بي ماينس اي على 30 سنه. 75,000 على 13,000 لو قسمناهم راح نحصل اي جواب؟ راح يطلع الجواب 5.7692. لاحظوا المره هاي البي جيفن اي فاكتور اللي موجود عندي تحت الخطوه رقم 3 في هذا اللاين بيحكي لي ان هالبي جيفن اي هاي لو حسبناها عدنا ترتيب هاي التيرمز تطلع 5.7692. طيب هذا الرقم فعليا مقارنة مع هذا الرقم هل هو اكبر منه؟ لا، هو اقل منه. اذا احنا حكينا قبل قليل انه اللي اكبر منه بتكون الدلتا بي جيفن اي اقل من 10 وبنلغي بي. الان اعكس الشرط هذا كامل، انا البي جيفن اي اللي عندي هي اقل من 9.42 69، معناها دلتا اي ستار والبي لارجر ذان راح تكون اكثر من 10%، معناها بي هو الافضل مش هو اللي ان اكسبتابل، هو الاكسبتابل. وبي بهاي الحاله بصير مين؟ النيو ديفندر. الان اي بصير لها اليمينيشن، بي بتصير الديفندر، وايش ضل عندنا بالعمود بعد بي؟ ضل دي بتصير هي النيو تشالنجر في المرة القادمة. الآن هو دخل بتفاصيل وحسابات دقيقة وطلع لك الدلتا اي ستار، للتأكيد دلتا اي ستار بي ماينس اي من هاي المعادلة اللي هي موجودة عندنا هون طلعت 17.28%، وبرضو هاي أكدت للنتيجة اللي طلعت منها من الخطوات A و B و C تحت الخطوة رقم 4 إنه خيار B هو الافضل، لانه فعليا دلتا اي ستار هيها اكبر من ام اي دبل ار، وبهي الحاله كنا نختار خيار بي. طيب نتابع الخطوات بالتسلسل. الان عندي الخطوه رقم 5 بحكي لك البي از جاستيفايد انكريمنتالي، اذا هو صار مين؟ صار للنيو ديفندر. ومين التشالنجر؟ والاي صار له اليمينيشن. مين الان تشالنجر؟ صفى مين عندي؟ الدي. الان بدنا نعمل مقارنه بين دي وبي، نكرر عليه نفس الخطوات اللي طبقناها من الرقم 3 لعند 4. اذا راح نكتب المعادله اللي خاصه بدي ماينس بي. خلينا ننزل لتحت شوي، وهي الجدول الموجود عندي هون بقدر اعتمد عليه بتحليل هاي الخطوات. لاحظوا بالاعتماد على الجدول اللي قدامنا، احنا قبل قليل حكينا انه سي اول الترناتيف صار، الان لازم كاول خطوه بدنا نقارن بين سي ودو ناثينج. سي ودو ناثينج المقارنه بينهم الانكريمنتال كاش فلو هيو، لما حسبنا البي جيفن اي دلتا اي ستار له على 30 سنه كانت هذا الرقم، وهذا الرقم هو اقل من الرقم او اكبر من الرقم اللي طلع معنا قبل قليل، بناء عليه الدلتا اي ستار راح تكون اقل من الام اي دبل ار، وبناء عليه عملنا ايش؟ عملنا اليمينيشن لخيار سي، ما بينفع. طيب بعد هيك
حكينا بدنا نقارن بين ايه ودو nothing. طيب ايه ودو nothing الكاشف فلو بدنا نستخدمه هي الدو nothing zeros وهي قيم ايه طرحناها من بعض بتضل القيم ايه زي ما هي. طيب ال B given A دلتا I star على 30 سنة راح يطلع معي هذا الرقم وهو فعليا أقل من الرقم اللي كان معي قبل قليل اللي هي 9.42 وكذا. بناء عليه الدلتا I star أنا بقدر أحذر إنها راح تكون أكبر من ال MA double R وفعليا لما تم حسابها كانت أكبر من MA double R وفعليا الخيار هذا justified بناء عليه تم اختيار هذا الخيار وتم إلغاء مين الآن الدو nothing. طيب بهاي المرحلة حكينا إنها صارت A هي الديفندر والآن دخل على الخط مين دخل على الخط B صارت هي التشالنجر. تلقائيا يعني المقارنة الآن راح تكون من بين مين ومين بين B و A. الإنكريمنتال كاش فلو B ماينس A هو هذا اللي موجود عندي. طيب نكتب الـ present worth equation الخاصة بهذول القيمتين اللي هي الأول initial cost 75,000 بتضل زي ما هي، الثاني كونها annual بضربها ب factor b given a. الآن الـ b given a factor لما بحسبه لحاله بخليه على جنب وبنقل كل شيء على الجهة الثانية راح يطلع عندي 5.7692 هذا الرقم أقل من الرقم اللي كان خاص بالـ b given a للعشرة بالمية. معناها الدلتا اي ستار راح تكون اكبر من ام اي دبل ار معناها الخيار بي جاستيفايد بهاي اللحظه وهو صار لنيو ديفندر وبهاي المرحله شو بنعمل لخيار ايه نلغيه نحذفه. اذا بين سي واي وبي افضل خيار لهاي المرحله لحد الان هو بي. الان كخطوه اخيره ظل عندي خيار واحد اللي هو مين دي بدي اقارن بين بي ظل عندي الخيار دي. الآن تيجي المقارنة بين دي وبي راح أطلع الانكريمنتال كاش فلو دي ماينس بي اللي هي ناقص 350 ألف ناقص 275 ألف تطلع 75 ناقص 75 ألف وبرضه الآن يو الكاش فلو راح يطلع الفرق بينهم 7000 راح أطبق عليهم المعادلة للبريزنت وورث أناليسيز اللي موجودة. هاي المعادلة إذا ودينا 75,000 على الجهة الثانية وقسمناها على 7,000 راح تعطيني الرقم 10.7143. طيب هذا الرقم كفاكتور لو بدنا نحسب منه الدلتا اي ستار بالاعتماد على الجداول والانتربوليشن اللي بنعرفها راح نحصل انها دلتا اي ستار هي 8.55. طبعا بدون ما احسب قيمه الدلتا اي ستار دقيقه اصلا انا عندي 10.71 اكبر من 9.42 اللي بتمثل ال 10% اللي هي الام اي دبل ار معناها الدلتا اي ستار راح تكون اقل من ام اي دبل ار معناها الدي راح يصير لها اليمينيشن وبي راح يظل هو الخيار الافضل بناء على النتائج الموجوده هون. لاحظوا هون برجع يكمل لي اياهم ستيب باي ستيب. عندي ستيب نمبر بي بي جيفن اي فاليو هي 10.71343 بناء عليه الدلتا اي ستار هي 8.55%. بعد هيك عندي ايش ستيب نمبر سي لوكيشن دي از اليمينيتد لانه الدلتا اي ستار كانت اقل من ام اي دبل ار اند اونلي الترناتيف بي ريمينز ما ضل عندي الترناتيفز الا الترناتيف بي واللي هو اصلا اخر ديفندر حصلناه. هاي المرحله بقدر اتخذ قراري واحكي انه الالترناتيف بي هو الخيار الافضل وبهيك بيكون انتهى حل هذا الاكزامبل. بس بضل عندي تو نوتس بنهايه هاي السلايد خلينا نشوفهم وبهيك بنخلص محاضرتنا اليوم ومادتنا لهذا الفصل. كومنت ان الالترناتيف ماست always be incrementally compared with an acceptable alternative. إذا دائما أنا بدي أقارن اثنين مع بعض فقط. And the do nothing alternative can end up being the only acceptable one. هلا لو do nothing ضلينا نقارن فيها ودائما الدلتا اي ستار كانت تطلع أقل من 100 دبل ار وخلصناهم كلهم هاي الحالة بحكي ال selected alternative هو do nothing. Since
C was not justified in this example. Location A was not compared with C. لاحظوا C صار لها elimination وما عملنا incremental cash flow و ROR analysis وحسبنا ال incremental ROR analysis بين A و C لأنه C صار له elimination من أولها. الدلتا I star الخاصة فيه أقل من MAWR. بعد هيك ال A صارت ال defender. اشتغلنا incremental analysis بين B و A. بعد هيك تبين إلي إنه ال B كان هو ال justified على ال A وتم تحديده. بما انه ال B تم اختياره على A و A صار له elimination، لاحظوا ما قارنا D مع A لانه A خلص صار لغيناه من عند B. B اختارنا انه افضل من A، فيش داعي اقارن D مع A لانه B افضل. بقارن الافضل من الماضيات كلهم، بقارن الافضل مع الموجود الان بده يجيني اللي هو D. لذلك تمت المقارنه بين D و B. هون بس بوضح لي بعض الخطوات ليش تمت بهذه الطريقه. طيب لاحظوا هذا المثال كان عندي ريفينيو الترناتيف. طب لو كان الحال كوست الترناتيفز شو بكون الطريقه؟ The incremental cash flow is the difference between costs for two alternatives. There is no do nothing alternative. ما في عندي خيار do nothing alternative بحاله الكوست alternatives. لهيك من اولها انا step 2 بلغيها وببلش اقارن اول alternative مع الالترناتيف اللي بعده. Step 2 in the solution procedure, therefore the lowest investment alternative is the initial defender. يعني لو نفس المثال هذا اللي كان بين ايدينا ما كان ريفينيو كان كوست، ببلش السي بيكون هو الانيشال ديفندر والاي اللي هو العمود الثاني بيكون مين؟ التشالنجر، وبعمل انكريمنتال كاش فلو اناليسيس بينهم بحدد مين فيهم الخيار الافضل. بس احدده بيكون هو الديفندر والثاني بصير له تيرمينيشن. بنتقل على اللي بعده، اللي بعده بيكون نيكست تشالنجر، وبرجع بقارن وبمشي بنفس البروسيجر اللي مشينا فيه قبل قليل. آخر ملاحظة Selection from multiple mutually exclusive alternatives with unequal lives using delta I star. أوكي هاي ملاحظة مهمة جدا. لاحظوا هون إحنا كنا شو بنحكي؟ نحكي بنختار كل خيارين مع بعض، يعني اخترنا A وقارناها مع B، بعد هيك اخترنا أنها B هي الأفضل، مسكنا B وقارناها مع D، طلعنا بأنها B هي الأفضل. طيب أثناء الخطوات هاي لو كان عندي unequal life alternatives، هل بدي احسب LCM من اولها لكل الالترناتيفز؟ لو كان عندي واحده على 3 سنوات، واحده على 5، واحده على 7، واحده على 2، بدي احسب LCM اللي بتزبط مع كل هاي الارقام، ولا بكفيني احسب LCM للتو alternatives اللي بدي اقارن بينهم؟ الصح انه بكفيني LCM الخاصه بالتو alternatives اللي بدي أقارن بينهم بهاي الخطوة. يعني لو كان المثال اللي بين إيدينا اللي هو A B C D، نعتبر إنه 1 2 3 4 السنوات، C 1 A 2 B 3 D 4. لاحظوا لما بدنا نقارن بين A و B اللي هم أرقامهم 2 و 3، LCM لهم 6، راح أشتغل incremental cash flow عليهم على 6 سنوات. طيب قارنت وخلصت وطلعت انه بي افضل. لما بدي اقارن بين بي ودي، بي اللايف له 3 سنوات ودي 4 سنوات. الان بين الثلاث واربعه ال سي ام كم؟ 12. بدي اقارن بين بي ودي على 12 سنه واكون الانكريمنتال كاش فلو واعمل ار او ار اناليسيس واطلع الدلتا اي ستار واقارنها بالام اي دبل ار واعرف مين الالترناتيف الافضل بنفس الطريقه اللي شفناها قبل قليل. إذا بحالة الـ unequal life alternatives بالـ multiple alternatives بكفيني LCM اللي أستخدمه يكون هو المناسب للـ two alternatives اللي أنا الآن بقارن بينهم فقط. ما بهمني الـ life الخاصة بالـ other alternatives بغض النظر اللي صار لهم termination أو elimination اللي لغيناهم أو اللي لسه ما وصلنا لهم، ما بهمنيش شو الـ life الخاصة فيهم. بهمني الـ two alternatives الآن اللي بدي أقارن بينهم قديش LCM الخاصة فيهم. هيك بقدر أقول يعطيكم العافية جميعا، وبهيك خلصنا منهجنا لهذا الكورس، واليوم هي آخر محاضرة بهاي المادة. الآن بقدر أسمع منكم أي ملاحظات أو تفاصيل أو أسئلة أو استفسارات بهاي المادة.